صوت يعلو ويخبو ليتغلل في أروقة قصر بيت الدين الشهابي، صوت أتى من بيرو قاطعاً آلاف الأميال ليغني هنا في جبل لبنان. نجم الأوبرا العالمي خوان دييغو فلوريس زين دورة مهرجانات بيت الدين الدولية لهذا الصيف. الحافز لاستضافة فلوريس كان خلو الدورة السابقة من المهرجانات من أي أمسية كلاسيكية غربية، أمسية وحيدة للفنان العالمي سميت الافتتاح الكبير، تصدرت برنامج المهرجان العريق الذي يحتفل هذا العام بثلاثينيته. المهرجان اليوم كتير حلو والحضور مميز، وال يعني الأوبرا بهالمحل التاريخي كمان هيك كان حلو كتير. ساد الصمت بين الحضور تأهبا للانطلاق الكبير عندما اتخذ النجم العالمي وقفة الاستعداد على المسرح، وبصوته الحاد سهل الانسياب صدح صوت فلوريس الذي رافقته على المسرح السوبرانو اللبنانية جويس الخوري بألحان من كلاسيكيات العالم. يدا بيد قدم فلوريس والخوري أسطورة روميو وجولييت للعظيم شكسبير، عاشا فيها الحب بتفاصيله وسط تصفيق الجمهور. نعتبر أنه فعل مقاومة أنه نعمل فن وثقافة، مع أنه ما بقى عنا إلا الثقافة نحارب فيها ونفرج العالم أنه نحن ناس متحضرين ومنحب الفن الراقي ومنحب يضلوا الفنانين اللي بيجوا يزوروا هالبلد ينبسطوا ويصير في تبادل حضاري بيننا وبين العالم كله. فهيدي ليلة أنا كتير كتير سعيدة فيها. رسائل سلام ومحبة حملتها الأمسية الفنية، رسائل يحتاجها لبنان الذي يعاني وضعاً أمنياً هشاً ويقع في منطقة تشهد حروباً طاحنة. كل ما نحس حالنا عم نيأس بيجي على مهرجاناتنا ناس منيح مهمين من كل هالعالم تيقولولنا ويطمنونا إنه لا لبنان باقي ولبنان مهم كتير، ما تخاف ونحن معكم. ده المهرجانات وخصوصاً مهرجان بيت الدين اللي ابتدى الليلة بأهم تنور عالمي يظهر محبة لبنان للسلام وللفن وللإبداع. وبالفعل عنا بيربلكس، يعني منحتار أي مهرجان بدنا نطلع. مرور فلوريس بقصر بيت الدين الأثري يعد محطة بارزة في رصيد المهرجان وفي فئة الغناء الأوبرالي بوجه خاص، فبيت الدين افتتح فعاليات أقدم المهرجانات اللبنانية بأمسية من العيار الثقيل، مبرهناً على الأهمية الثقافية في لبنان في أوقات الصراعات والاضطرابات.